بنتابع فقرات زوايا لنكون حاليا مع تقرير عن مصور مميز عدلنا هالتقرير افي بيرتس. التقيت بستيف سابيلا لأول مرة بعد تخرجه من مدرسة تصوير في حي المصرارة. حدثني عن مغزى الضوء في حياته وفي عمله. في عملي الأول اللي كان بلاك اند وايت أشعة الحمراء انفراريد، كنت بدور على عالم جديد بس بدون ما أبحث على جذوري. في عملي هذا مع أنه بآخر مرحلة برجع للعالم اللي أنا بنيته، بس عمالي ببحث وين الجذور، وين بدت القصة كلها. والقصة بدت من طفولتي، بدت من الحرمان اللي أنا عشته. الحرمان مش حرمان البيت، الحرمان الاجتماعي، الحرمان السياسي، الحرمان الحياة اليوم يومي. فالعمل هذا عمالي بفحص إيش، منين بفحص حالي من جوا اللي أنا ما قدرتش أعمله بالعمل الأول. وهذا العمل بيكون أصعب بكتير، لأنه لازم أواجه نفسي. بس نقدر نقول إنه هذا عمل مواجهة. انقضت منذ ذلك الحين 5 سنوات وأصبحت نظرته أكثر نضوجاً. بذات الوقت فقد السذاجة التي ميزت أشغاله الأولى، لكنه احتفظ بنظرته الخاصة، تلك النظرة إلى الحاجات اليومية التي لا توقفنا عادة، أما هو فيتوقف عندها ويذكرنا بوجودها وبأنها تشهد بشيء مميز عنه وعن كل فرد منا. بحاول في عملي أرجع لطفولتي. في طفولتي كنت أحس أنه ما بنتميش، وبرجع عدم الانتماء هذا لأسباب كثيرة. واحد من الأسباب يمكن الانتفاضة الأولى اللي عشت فيها، ما كانش في عندي طفولة. الانتماء برضه عنصر اساسي بعملي. في صوره مثلا بتفرجي صوره فرشه قديمه، اذا واحد بيطلع عليها يمكن لثاني يفكر انها بتنتمي للطبيعه، بس احنا نعرف ان الفرشه ما تنتميش للطبيعه. وفي عليها زي عصاي محروقه بتذكرني بطفولتي. والفرشه بالمبدا تبعها بتذكر بالماضي. يمكن كابوس، والكابوس هذا بس واحد بوقف على الأرض بحس بالأمان. في المرحلة الثانية اللي بسميها مرحلة بعد الطفولة، بديت أفيق للدنيا، أشوف شو فيها وإيش عليها. وكانت مرحلة صعبة جدا، لأنه فجأة وعيد فقت من حلم الطفولة اللي هو فعليا مش حلم. لقيت الطريق صعبة، بس أنا بعرف عن حالي إنه دائما بدور على طريق. الصور هدول بفرجوا صور أسئلة بدها أجوبة، أو صور يمكن بتعطي أجوبة بس دائما في علامات استفهام. مع كل مع صعوبة الموضوع دائما بس كنت أترك علامات أمل في صوري، إن كانت غامة في آخر الصورة أو سماء زرقاء على جنب الصورة. بس كنت دائما بحاول مع صعوبة الطريق إنه أصل لمخرج. يقع كفاح ستيف بين الحقائق والمشاعر. إنه واثق من أن القومية والدين والعرق والسياسة والفن، إن كل هذه العناصر تعجز عن تحديد قومية الإنسان. لم تفلح مختلف أشكال الهويات التي حاول بعضهم إلصاقها به وصف ذاته بدقة. فضل ستيف التخلي عن التعريفات، وبذلك فقد أساساً انتماءه المميز. لقد استبدل الأوصاف بمصطلحات مثل الحرية والفردية والخاصية والحق، فأصبحت جزءاً لا يتجزأ من ذاته وأفكاره اليومية. لقيت إنه دائماً برجع لآخر للعالم تبعي، عالم أنا بنيته لحالي. في العالم هذا ما فيش فيه تصنيفات اللي كانت دائماً مميزة في حياتي، خاصة كطفل وكإنسان فعلياً هلأ.
دائما مصنف انت كانسان عايش بالقدس، انت مثلا مسيحي في حي مسلم او عربي مدرسه يهوديه او في المدرسه انت غير، في البيت بتحس انك ما بتنتميش. حبيت انتمي بس ما انتميتش، بالاخر لقيت انه بنتمي للعالم اللي انا بنيته لحالي، عالم فيه وساع كثير، مساحات مفتوحه، الوان هاديه، ودائما بطلع لفوق للسماء لاشياء روحانيه. بالملخص مفيد للعالم، عالم تبعي. طالما كافح ستيف الحياة وهدى نفسه بطريقة روحانية إلى عالم خاص خلقه لنفسه، هكذا حل لغز هويته وقصة طفولته. كتير بركز في تصويري على الأولاد الصغار، بصورهم في طريقة إنهم عايشين في عالم تاني بالنوستالجيا، فيمكن عمالي بدور في الأولاد الصغار هدول على أشياء أنا انحرمت منها، يمكن عن طريق ابتسامة كثير روحانية أو مبسوطة البنت أو الولد، أو عن طريق بلعبوا بطريقة برضو كثير حلوة. فكل الأشياء هذه يمكن أنا بدور فيها بتصوير الأولاد اللي هي المؤسسات، بدور فيها برضو عن حياتي، عن أشياء أنا انحرمت منها، عن أشياء أنا ما كانت عندي، عن أشياء أنا كان نفسي تكون عندي. فهذا هو الصراع البحث.